أربعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا وناموس، تهانينا للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، مرحبا بحضراتكم أجمل ترحيب مع انطلاقة الشوط الثاني عشر والخاصة بفئة الإبكار الحقائق من مسافة الأربعة كيلومترات، حاملة لهذا التحدي ولهذا التنافس. وهنا الشعارات المنطلقة والمتواجدة باحثة عن هذا الناموس وباحثة عن الفوز والانتصار. هنا أول المراكز، أول المنطلقات، أول الباحثات عن الناموس وعن السيارة، مصيحة مع المركز الأول، مصيحة على مقدمة الشوط ناصر بن بخيت بن ناصر النوبي العامري، من يأتينا مع أول المراكز. بين المركز الثاني، المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، وهنا الشحانية من تنطلق مع المركز الثاني، حمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الجتبي من تأتينا مع المركز الثاني، لكن صنايع وصلت، صنايع وتسللت إلى المركز الثاني. عبد الله بن غصاب بن مصبح راعي الطيرة من وصل وانضم مع ثاني التحديات لتتقدم صنايع مع المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام، وهنا شقرة، شقرة من وصلت وانضمت مع المركز الثالث، انهيام بن عبد الله بن ثالث. بينما المركز الرابع هنالك المتواجدة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، إحراج محمد بن سلطان بن رشيد السويدي، لكن الله الفهدة، انطلقت الفهدة بناموس هذا الشوط، تعود ملكية الفهدة. حمد بن علي بن عامر الهاشمي، الله الله الله، أبناء السلطنة في إبداع، أبناء السلطنة في تميز في هذا المساء. هنا الفهدة تتقدم بشعارها العملاق، حمد بن علي بن عامر الهاشمي تنطلق مشاهدينا متابعينا الكرام. أيضا هنا منصورة، سعيد بن سهيل بن قديوي الكتبي قادم، قادم في اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، اللحظات الحرجة، ولكن الفهدة، الفهدة لا زالت مسيطرة، الفهدة لا زالت مع الناموس. الناموس وين؟ السلامات وين؟ أبناء السلطنة أم دولة الإمارات العربية المتحدة؟ لكن الله يا الفهدة، اللحظات الأخيرة، الفهدة ومنصورة، منصورة والفهدة، الفهدة ومنصورة، الله 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 الله، تهانينا تهانينا، والناموس لمالك منصورة من انتصر في آخر اللحظات. سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبي من أتانا في الأمتار الأخيرة ليحقق هذا النصر وهذا الناموس، تهانينا له على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الفهدة أيضا قدمت أداء وعرض تشكر عليه، حمد بن علي بن عامر الهاشمي من وصلت مع المركز الثاني. وثالثا المركز الثالث وصلت إحراج محمد بن سلطان بن رشيد السويدي. المركز الرابع، المركز الرابع وصلت غازية مبارك بن راشد بن محمد الشامسي. وخامسا مشاهدينا متابعينا الكرام وصلت حربة سعيد بن حمد بن علي المري. إذا تهانينا والناموس، تهانينا والناموس لمالك منصور. التوقيت الزمني 6:01:08 من الثانية، تهانينا والناموس لسيد السهيل سعيد بن سهيل بن دليوي الكتبي.